ظهرت الفنانة وفاء سالم الأيام الماضية بملامح مرهقة في وجهها بعد خضوعها لعملية غير ناجحة على حد قولها، وبدت بملامح كبيرة في السن زي ما احنا شايفين كده اهوت، ثم اختفت للعلاج ونشرت صورة جديدة وظهرت بملامح صغيرة في السن وكأنها صغرت 20 سنة وغاية في الجمال والشباب، زي الصور اللي احنا هنشوفها ديت. وأوضحت وفاء سالم قصة وجهها لليوم السابع وقالت: بقالي فترة مختفية عن السوشيال ميديا بعد العملية اللي بوظت وشي، وطلعت اتكلمت في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، ورحت لدكتور تاني وخلاني أحسن ووشي أحلى، وبشكره جدا وبشكر كل ردود الفعل من جمهوري والحب اللي وصل ليا منهم. وانا ليه التفت للمهاترات والكلام اللي ملوش لازمة؟ صورة التعب بانت ان حد لاعب فيها فوتوشوب، طبعا فرق كبير، وكويس ان هي بقت بالصورة الجميلة ديت. وهنشوف برضو مداخلتها مع عمرو اديب قالت ايه. وكانت مؤخرا قالت وفاء سالم لبرنامج الستات تقديم الاعلامية مفيدة شيحة والاعلامية سهير جودة عبر قناة النهار أنها تم استدراجها منذ نحو 5 أو 6 سنوات من قبل بعض أطباء التجميل عبر أكثر من عرض لإجراء بعض عمليات التجميل لها. وأضافت: منذ هذا التاريخ وبدأت أعاني من مشكلات كثيرة في وجهي، وبعدها ذهبت لأكثر من طبيب من أجل علاج هذه المشكلات. جميع الأطباء اللي رحت لهم على مدار نحو 5 أو 6 سنوات كانوا بيتبرؤوا من المشكلة ويحملون بعضهم البعض سبب المشكلة. وأكملت: مفيش حاجة غلط ما اتعملتش في وشي، واكتشفت إن في لوبي لاستدراج الفنانات والمشاهير من أجل استخدام أسمائهم والمتاجرة بها لجذب مزيد من الزبائن لمراكز التجميل. وقالت ساعتها: أنا عايزة وفاء اللي الجمهور حبها. وكانت كشفت أيضا عن تطورات حالتها الصحية بعد العملية الجراحية التي أجرتها، وتسببت في حدوث تشوهات بوجهها خلال ظهورها في فيديو عبر الفيسبوك. وقالت في الفيديو: الحمد لله على كل حاجة بتحصل في حياتنا، قبل العملية كنت نفسيا مش مبسوطة، كان عندي محقون خد وحقن في آثار العملية لسه موجودة ولسه فيه ورم. وقالت: شفت وشوش بلاستيكية وعمري ما طلبتها، الإحساس بيقل ويخفت لما الإنسان ما يبقاش على راحته، وأنا عايزة ملامحي زي ما هي، زي ما انتو حبيتوني. في أعمال قدمتها ما كنتش راضية عنها لأني ما كنتش حاسة الإحساس الطبيعي، فبالتأكيد بلاقي التعبير ضعيف وناقص. لو ربنا قدر واشتغلت في الفن تاني ما بدورش أكون صغيرة، أنا في النهاية أم وابن كبير، وهو المخرج أدهم الشريف، مش بخبي عنه حاجة. لما عملت العملية ابني كان معايا خطوة بخطوة، لو في حاجة غلط ما كانش هيوافق، ابني ساعدني أتخطى مرحلة صعبة في حياتي. وكانت وفاء سالم كشفت مؤخرا تفاصيل خضوعها لعملية جراحية تسببت في تشوهات في وجهها من قبل أطباء معروفين في مجال التجميل. وقالت وفاء سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية: أنا على مدار كذا سنة اتعرضت لحقن وخيوط عند دكاترة كبيرة مشاهير، وكنت كل مرة أروح لدكتور على أساس يصلح لي غلط اللي قبله. وأضافت: كل مرة كنت بتفرج على النتيجة ألاقي تشوهات في وشي، والناس كانت بتتكسف تقولي، حتى كان أدائي مضايقني جدا، ازاي كممثلة وانا فيا تشوهات في وشي، لغاية اني وصلت لمرحلة اني مش هروح
لأي دكتور، لأني كل ما بروح لدكتور يقولي إحنا مش هنقدر نعمل أي حاجة. وتبعت أنا دلوقتي بوري وشي لحضرتك من غير أي فلاتر ومن غير أي ميك اب. المناطق اللي في وشي أغلب الأساتذة قالولي مش هنقدر نتدخل لأنها مناطق أعصاب، لحد ما ربنا كرمني وقابلت دكتور أنا ما كنتش فاهمة. لما قابلته قال لي إحنا محتاجين نعمل إشاعة للمنطقة ديت، وأضافت الدكتور عمل العملية وصورها لي فيديو، لقى إن الصديد واصل للشبكية وللمخ. الحمد لله ربنا أنقذني، أنقذ حياتي، بعيدا عن إني همثل أو مش همثل. الحمد لله إن أنا اتجوزت. ده الصديد اللي حصل لي كان من الحقن وكان فيه خيوط جوه وشي. أنا تعرضت لطول الوقت لشكل من أشكال الابتزاز، وكان نفسي إن ده ما يحصلش. واستطردت مع عمرو أديب أنا رجعت بنسبة كبيرة جدا لشكلي، رجع لي وفاء، أنا عايزة وفاء اللي الجمهور حبها. انتوا ايه رأيكم في حالتها دلوقتي؟ أظن الحمد لله تشكر ربنا كتير إن هي بقت بالجمال دهوت. على فكرة وفاء سالم عندها دلوقتي 58 سنة، وكانت كشفت في برنامج مؤخرا إن الفنان الراحل أحمد زكي كشف لها قبل عدة سنوات عن أحلامه وأمانيه، وقالت في لقاء مع الإعلامي جمال عنايت ونانسي مجدي عبر شاشة ألفا إن هو أخبرها بأنه كان يتمنى وضع صوره على علب الكبريت، كما تمنى تجسيد شخصيتي عبد الحليم حافظ وهارون الرشيد. ومعلقة وقالت قال لي أنت فاكرة إني منفعش أعمل هارون الرشيد؟ شكلي وحش ولا حلو؟ فقلت له انت قمر. اضافت ساعتها كنت بجامل لان احمد زكي ما كانش قمر، فبص في عيني وعرف اني بكذب وعمل هيئة هارون الرشيد، وقال لي شفت ازاي ان انا انفع هارون الرشيد؟ انفع اعمل الف ليلة وليلة وممكن ابهرك وابهر اي حد. وقلت له انا معرفش، لازم اشوف على الشاشة. الله يرحمه. يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء سالم مسلسل القاتل الذي أحبني بطولة هاني رمزي وسهير رمزي وأحمد فؤاد سليم. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين. شكرا لكم.